أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في محل لبيع التمور، فتأتيني نساء متبرجات ومتعطرات، وتأتيني نساء غير دون محارم، فيسألني عن أنواع التمور وعن الأسعار، فأضطر إلى الأخذ والعطاء معهن في الكلام، وبعضهن لا يشترين إلا بعد شدة في الكلام. أرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة، فأنا محتار جدا جدا، وأجد في نفسي ضيقا من هذا العمل، علما بأنني أبحث عن عمل غير هذا لكن لم أجد عملا إلى الآن، فهل أترك هذا العمل مع أن علي ديون وظروف ديونا وظروفي صعبة، أم أبقى فيه علما أنه لا يوجد في المحل غيري؟ فبما توجهونني جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعليك أن تنكر على هؤلاء النسوة، وأن تنصحهن وأن تعظهن، تخوفهن بالله عز وجل، فإن امتثلن وتسترن وتركن الفتنة فالحمد لله ولك الأجر في ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. وأما إذا لم يقبلن فعليك أن تبلغ رجال الحسبة لمتابعة هذا المنكر والعمل على إزالته، تبلغ إذا كان هناك رجال حسبة يمكنك أن تتصل بهم تلفونيا أو شفهيا، فتبلغهم ليأتوا إلى هذا السوق ويمنعوا هؤلاء النسوة من التبرج ومن الفتنة، إن هذا من إنكار المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. وعليك مع ذلك غض بصرك وترك الكلام معهن إلا بقدر الحاجة، قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا كثر هذا المنكر وهناك مجال للعمل أنزه منه وأبعد عن الفتنة، فعليك أن تستبدل هذا العمل بعمل أحسن منه. نعم.